السلام عليكم، ازيك يا دكتور؟ يا رب تكون بخير. معاكم في محاضرة جديدة من محاضرات الجنرال باثولوجي. الجنرال باثولوجي كنا خلصنا في المحاضرة السابقة لحد صفحة 8. يعني النود ديت فيها شوية أسئلة كتير في الامتحان، فلو تفتكر أول 30 دقيقة أنا نوهت على النقط المهمة اللي لازم نركز عليها. فدايما لما تيجي تذاكر اعرف النقط المهمة، لأن يعني هي مذكرة صغيرة 35 صفحة، ولكن في حوالي 5 6 أسئلة منها بيجوا في الامتحان، فدي حاجة مهمة جدا يعني. طيب نكمل، هنتكلم النهاردة عن الاسكيميا. احنا عندنا مصطلحين، المصطلح الأولاني هو الاسكيميا والمصطلح الثاني هو الهايبوكسيا، تمام؟ الاثنين في نهاية المطاف ممكن يؤدوا لنفس النتيجة يعني، تمام؟ ولكن طبعا دول حاجتين مختلفتين. الاسكيميا البلاد سبلاي اللي رايح للاورجن، يعني لو انا عندي ده هو فور اكزامبل الهارت عندي، فمثلا البلاد سبلاي اللي رايح للهارت وقف، ده كلمه، ده معنى كلمه اسكيميا، تمام؟ الهايبوكسيا الاكسجين الاوتو اللي رايح للهارت عندي، الاوتو اللي رايح عندي وقف ما عادش بيروح. طب اصلا الاسكيميا سبب من اسباب الهايبوكسيا، ماشي؟ يبقى الاسكيميا البلاد سبلاي وقف عندي، اما كلمه الهايبوكسيا الاوتو سبلاي واقف عندي. الاسكيميا سبب من اسباب الهايبوكسيا، ممكن السبب الرئيسي اصلا من اسباب الهايبوكسيا. طيب هل في اماكن في الجسم عندي معرضه للاسكيميا اكتر من اماكن اخرى؟ اه، دايما بنقول الاماكن اللي هي ما بين الاماكن اللي موجوده في النص، دايما ما بين بدايه ارتري ونهايه ارتري اخر، تمام؟ يبقى ده كده الانج بتاع ارتري، وده البيجيننج بتاع ارتري اخر. المكان اللي في النص ده هو بنقول عليه ان ده مكان يعني اكثر عرضه ان هو يحصل فيه اسكيميا. فعندنا اماكن زي ديت في الاورجانز المختلفه. يعني مثلا كمثال، لو يعني هنبص على البرين، عندنا الباوندرز اللي ما بين واحد الانتيريور سريبرال الميدل والبوسيور سريبرال ارتري، ماشي؟ مش الاماكن دي ذات نفسها، الارياز اللي ما بين البيجيننج بتاع الانتيريور، يبقى انا عندي اهو انتيريور سيريبرال ارتري وميدل سيريبرال ارتري، يبقى ده الاريا رقم واحد. هو السكشن اللي متاخد ده متاخد ازاي؟ السكشن ده متاخد بالطول كده. خليني بس اقفل المنبه ده. طيب سوري، متاخد كده يعني، انا واخد سكشن كده وببص على البرين من الناحيه دي، ماشي؟ يبقى اذا اللي ما بين الاي سي اي والام سي اي، تمام؟ وبعد كده ارجع تاني الاريا اللي ما بين الام سي اي والبي سي اي، يبقى دي تاني كده تاني ووتر شيد اريا عندي. هي كلمه ووتر شيد زون يعني ايه؟ يعني لو قل مش لو اتمنع، لو قل البلاد سبلاي، هي دي اول اريا هتحصل هتاثر في البرين. ممتاز جدا. اروح تاني بعد كده للهارت. الهارت احنا عارفين عندنا ان هو عباره عن، لو انا جيت ابص على الهارت من بره، ده القلب اهو عندي، هاخد سيكشن في الوول بتاعت الهارت اهو، وده السيكشن في الوول بتاعت الهارت. فاجي ابص الاقي عندي ان من جوه لبره في الصب اندوكارديوم، تمام؟ وبعد كده المايوكارديوم في النص، يبقى انا عندي كده 3 لايرز. لو تفتكروا الكلام ده قلنا الحته دي في شابتر الكارديولوجي لما كنا بنشرح المايوكارديال انفراكت، تمام؟ فانا عندي من جوه كده صاب اندوكارديوم، وفي النص مايكارديوم، وبعد كده عندي البريكارديوم. يبقى احنا قلنا بي ام اس، بي ام اس، بريكارديوم، مايكارديوم، وصاب اندوكارديوم. قلنا ان طبقه الصاب اندوكارديوم هي يعني ابعد طبقه عن البلاد سبلاي، عشان كده قلنا لما كان البلاد سبلاي يقل شويه كان اول طبقه بتتاثر هي الصاب اندوكارديوم. عشان كده كان عندنا نوعين من الاسكيميا، الترانس ميورال اسكيميا، يعني الوول كلها عندي حصل فيها اسكيميا، او الصب اندوكارديال اسكيميا، فاهمني؟ يبقى ده كان نوعين الاسكيميا الموجودين عندي في الام ار. طيب حلو جدا، نروح بعد كده للكدني. هل الكدني فيها اماكن برضه ووتر شيد اريا؟ اه، انا عندي الستريت سيجمنت اوف بروكسيمال كونفليوتد تيبيول، وعندي السيك اسندنج لمب اوف لوب اوف هينل. هو ايه اللي بيجمع القطعتين دول؟ اللي بيجمعهم ان هما الاثنين واقعين في المظله. مش بس واقعين في المظله، هما ما بين تو تيريتوريز، ما بين بدايه ارتري ونهايه ارتري، عندي البيري تيوبولر كابيلاريز، ماشي؟
دي الحته اللي فوق، وعندي الفازا ريكتا. طبعا اتكلمت عن الفازا ريكتا في شابتر رينا لما قعدنا نقول بقى ان هي ديت فينتر كورتيكال جريدينت والديليوشن والتفاصيل اللي احنا خدنا وقت فيها في الرينال فيسيولوجي، كانت الفازا ريكتا هي المسؤوله عنها. فطب تعالى كده نحدد التو سيجمنت دول كده. انا عندي شايفين دي كده البروكسيمال اللي انا علم عليها ده، اهي دي البروكسيمال كونفوليوتد تيبيول، في جزء فيها متعوج كده وفي جزء فيها ستريت، ده هو الستريت بارت اوف البروكسيمال كونفوليوتد تيبيول ماشي، وده اهو السيك اسندنج لامب اوف لوب اوف هينل، والمنطقه ده اهي هي دي المنطقه اللي ما بين اللي تحت عند الفازا ريكتا واللي ما بين البريتيوبال كافيتي، برضه بيتوق على نفس فكره ايه ان هي دي الووتر شيد اريا، بدايه ارتري ونهايه ارتري اخر. ممتاز جدا. اروح بعد كده للليفر، انا عندي اريا 3 في الليفر، خلي بالك انا واخد سيكشن كده من من الليفر، ودي الليفر ساينوسويد، وعندك الاريا 3 اهي ديت الاريا 3 اللي احنا بنقول عليها اراوند سنترال فين ماشي، اراوند سنترال فين. لو انت خدت بالك معايا هو الارتري فين، عندي هيباتيك ارتري اهو، فاول زون قريبه ليه زون 1، وتاني زون زون 2، وبعد كده زون 3. فزون 3 برضه بالتبعيه هي ابعد زون عن عن الارتري، في اكتر زون هتتعرض للاسكيميا لو حصل هايبوبرفيوجن. طيب نروح لاكتر حته بتسال في الامتحان، وهتمشي معاك في كتير جدا، في امتحانات كتير جدا، مش بس يعني لما تيجي تمتحن سي كي برضه هتسال في الحته ديت، او ما تيجي تمتحن اي امتحانات يعني اي امتحان في ميديكال هتسال في الحته دي ماشي. فيقول لك الاماكن الووتر شيد اريا بتاعه الجي اي تي، فالسبلينك فليكشر دي اكتر حته بتتسال، يعني واحد جاي لك، واحد جاي لك ببلادي دايريا وانترميتنت ابدومينال بين تمام، فدي من ضمن الحاجات انت تفكر فيها ان ممكن يكون في اسكيميا. فهو يوم راح جايب لك كيس سيناريو يقوم سالك على الحته دي، ده جه في الامتحان قبل كده على فكره، وموجود في ان بي ام اي زي ما احنا متعودين ما بنقولش رقم عشان نخليك تمتحنها بشكل رياليستيك يعني. فالجزء ده هو فالسبلينك فريكشر الحته دي، الحته ديت ما بين نهايه السوبيريور ميزنتريك ارتري وبدايه الانفيرور ميزنتريك ارتري. عندي مكان تاني، عندي مكان تاني شايف الحته دي، الجزء ده هو اللي احنا بنقول عليه الريكتو سيجمويد، برضه ما بين الانفيرور ميزنتريك ارتري وبدايه السوبيريور ريكتال ارتري. فانا عندي ده برضه من ضمن الووتر شيد اريا. مش هسافر الامتحان اللي بتسال دايما عليها هي السبلينك فليكشر، احفظها انسى لي اي حته تانيه، السبلينك فليكشر دي بتسال عليها في الامتحان، بتكرر في الامتحان بشكل كبير جدا، بشكل كبير جدا، مع انها معلومه سهله طبعا. اما يحصل هايبر فيوجن، اما شخص يبقى عنده ارتيريو سكلروزس، حصل من ضمن الحاجات المشهوره يعني ان يحصل سكلروزس في الـ في الميزنتريك ارتريز، تمام، يعني الشخص ده عايش في ماكدونالدز وبيتسحر او بيفطر كي اف سي، ويعني الحاجات اللي هي كلها مقاطعه دي. طيب يبقى اذا ده بالنسبه لل الاماكن اللي هي ممكن يحصل فيها اسكيميا نتيجه الهايبو بيرفيوجن. ممتاز جدا. تعال ندخل على الموضوع اللي بعد كده، هو التايب اوف انفراكت، يعني الاورجن ده اهي اما حصل فيها اسكيميا، طبيعي ان هو كلمه انفراكت ممكن يحصل سيل دامج تمام. فالسيل دامج ده احنا هنقسمه بناء على الجروس بيكتشر اللي احنا هنبص عليها ماشي، لريدج واحد عندي ريد والتاني بيل، وطبعا من الاسم واضح جدا ريد احمر خلاص يبقى في بلود، بيل مفيش بلود. طب يا دكتور مش انت بتقول ان ده انفراكت وده حصل نتيجه اسكيميا؟ طيب يعني طب هو دلوقتي لو هو انفراكت وحصل نتيجه اسكيميا ازاي يبقى ريد؟ طب بيل دي مقبوله خلاص، ده بيل ديت مفيش بلود فخلاص دي مقبوله، طب ازاي يبقى ريد؟ يقول لك الريد دوت بيحصل في الاورجنز اللي فيها داون بلاد سبلاي، يعني ده اورجن، ده خليني كده، ده اورجن اهوت والاورجن ده رايح له تو ارتري او تو ارتري بس ولا عايز داون بلاد سبلاي، فحصل في واحد فيهم اسكيميا، حصل في واحد فيهم اسكيميا اهوت واتقفل تمام، ويقوم التاني ايه؟ ايه ده؟ واحده نسيت نغير اللون ده كده، اجيب لون عاطفي شويه. ممتاز. حصل في واحد فيهم اسكيميا اهو، والتاني ما حصل فيه، لما حصل اسكيميا وانت وما عادش فيه بلاد اصلا واصل للاورجن ده، فالارتر التاني قام معوض عامل ريبرفيوجن، فادى بقى كميه دم كبيره فخلى المكان اصلا احمر، هو في الطبيعي ان هو ما يبقاش احمر، هو الطبيعي لونه بينكش تمام، لكن عشان ان حصل اسكيميا والتيشو بقى خلاص بقى يعني فيري سيرست عطشان للدم تمام، فقام الارتر التاني عامل ريبرفيوجن. عشان كده كمان شويه هنتعرف على حاجه اسمها الريبرفيوجن انجري،
يعني حضرتك اما تجوع الاورجن طبيعي ان هو هيدخل في دم كميه كبيره، فالدم اللي داخل بكميه كبيره هيبقى فيه اكسجين كتير اكثر من طاقه تحمل الاورجن ده، فاهمني؟ فيبدا يتكون عندي فري راديكلز، ويتكون عندي سوبر اوكسايز اللي هي سام صورته من الفري راديكال، فيبدا يحصل انجري. عشان كده في البيل انفراك فريد انفراك مش بس الاسكيميا هي اللي هتسبب الانجري، ده كمان الريبرفيوجن انجري هيسبب الانجري. عشان كده برضو احنا كنا لما اتكلمنا في الكارديولوجي اتكلمنا في حته في جزء اللي هو الالتي بلايز والريبرفيوجن ثيرابي او الثرومبوليتكس. ثرومبوليتكس اه ثرومبوليتكس اه قلنا اتكلمنا عن فكره ايه، ان انت خلي بالك عشان ممكن يحصل في الشخص ده ريبرفيوجن انجري نتيجه دخول كميات كبيره جدا من الاكسجين. وطبعا بيحصل كمان في الكارديولوجي في الام اي كان بس حاجه اسمها كونتراكتايل باندس عشان كميه الكالسيوم الكثيره اللي كانت بتدخل الهارت. باي ذا واي ذيس از اي يو وورد كويستشن، ذيس از يو وورد كويستشن، ده من الاسئله اللي بتسال فيه اليو وورد. طب البيل انفراكت خلاص، طب هي ايه الحاجات اللي عندنا ممكن يبقى فيها داول بلاد سبلاي؟ انت عندك الليفر تمام، عندك اللونج، عندك البرونكيال، عندك البرونكيال ارتري البلمونري تمام، عندك الانتستين. فيعني الاورجنز ديت يحصل فيها، عندك التستس تمام، يعني الاورجنز دي ممكن يحصل فيها الريد انفراكت. باي ذا واي ساعات بيسالك سؤال بيزك جدا، ساعات بيسالك سؤال جدا، جاب لك كيس سيناريو، والكيس سيناريو برضه في ريسيرش لاب وفي يعني سام سورت اوف اكسبيرمنت اتعمل على الاورجن ده تمام في انيمال معين، وسالك هو ايه نوع الانفراكت ده، وعملوا انديوس اسكيميا في الاورجن ده وعملوا فيه انفراكت، فسالك بشكل بسيط جدا يقول لك مثلا الليفر اللونج الانتستين ايه نوع الانفراكت اللي هيحصل فيه. ماشي طيب، عندك بعد كده البيل انفراكت، خلاص ده بيل بقى يعني خلاص ده سنجل بلاد سبلاي للاسف حزينه. مفيش حاجه، بس ساعات على فكره البيل انفراكت بيبقى اقل خطوره من الريد في بعض الاحيان. طبعا هو السيفيريتي بتعتمد على مدى الاسكيميا اللي حصلت، فما نقدرش نقول ان هو واحد فيهم اكتر، بس انا يعني انا اللي انا اقصده هنا ايه، ان ساعات الانجري اللي انديوسد باي الفري راديكال والكونتراكتايل باندس اللي بتحصل بتكون يعني مور سيفير ذان الانفراكت اللي حصل ذات نفسه. بقول لك ده بيحصل في الارتريز اللي بيحصل فيها او اللي فيها سنجل بلاد سبلاي، يقول لك سنجل اندو ارتريال بلاد سبلاي. ماشي يا دكاتره، ممتاز جدا. طيب عندي بعد كده بقى الفري راديكال، خلاص احنا قلنا هو كلمه فري راديكال ديت يعني جزيئات مش مستقره عايزه تستقر، وعشان تستقر بتعمل انجري تمام. يعني فاكرين انتوا بقى الفيزيكس والحاجات السطح الخارجي بتاعها هينقصه الكترون وهيروح يسرقه من موليكيول تاني فيعمل سوبر اوكسايدز، يعني حاجات كده احنا مش محتاجينها خالص، مش محتاجينها هنا عندنا خالص يعني. ولكن اللي انا عايز حضرتك تعرفه ان الفري راديكال انجري بيؤدي لدمج في الخلايا، وهبدا اول حاجه بالليبيد بيروكسيديشن. ماشي، الليبيد بيروكسيديشن ده حصل نتيجه فري راديكال انجري، دي اول حاجه يعني. وحصل عندي بعض البروتين موديفيكيشن، حصل دي ان ايه بريكج، يعني خدها كده بالتدريج من وانت داخل من جوه لبره دهوت السيل ميمبرين، حصل فيه بيروكسيديشن. عندي اورجانيلز كتير جدا في كتير جدا في في الخليه، الاورجانيز دي عباره عن بروتين، فيحصل بروتين موديفيكيشن. ما هو مثلا لما البروتين يحصل له موديفيكيشن نتيجه الفري راديكلز اللي موجوده عندي، البروتين مش هيؤدي الوظيفه بتاعته. مش بس كده، انا ما اكتفيش بكده، ده انا هدخل كمان جوه النيوكليوس في الدي ان ايه عم ايه متكسر، في اذن الدي ان ايه بريكج بيحصل برضه نتيجه الفري راديكال انجري. طيب بيقول لك this free radical species are initiated by various factors including radiation exposure. يعني اصلا في بعض الاحيان انا بستخدم الفري راديكال كتريتمنت، زي ما بيحصل بالظبط في زي ما بيحصل بالظبط في حالات الكانسر ثيرابي. ماشي، فاذا سام سورت من الكانسر ثيرابي بيبقى عباره عن فري راديكال، انا بعمل انجري في خلايا الكانسر سيلز او المالجنت سيلز. دراج ميتابوليزم زي ما بيحصل في في الفيز 1 في الليفر وكلامنا عنها قبل كده. الريدوكس رياكشنز، النيتريك اوكسيد برودكشن زي ما في حاله الانفلاميشن، يعني انا في بعض في بعض الاحيان انا اصلا بعمل سوبر اوكسايدز، لو تفتكروا الريسبيراتوري بيرسيت انا بعمل سوبر اوكسايدز عشان اهاجم بيها البكتيريا تمام. انا بعمل سوبر اوكسايدز، بعمل بيقول عليه بالعربي فوق اكسيد الاكسجين تقريبا حاجه زي كده.
مفيش مشكله ترجمته بالعربي، ولكن انا بعمل سوبر اوكسايدز عشان استخدم السوبر اوكسايدز ديت في تدمير البكتيريا نفسها في حالات الانفلاميشن. الانفلاميشن اصلا ده ريسبونس من الجسم. الريسبونس دي حصلت ليه يا جماعه؟ حصلت عشان تهاجم بكتيريا موجوده في المكان او تهاجم فورين بودي موجود في المكان. فبرضه من ضمن حاجات الانفلاميشن يحصل عندي نايتريك اوكسايد برودكشن. ساعات اصلا التفاعل بيزيد اكتر من اللازم ان هو يبدا ياذي اصلا الخلايا اللي موجوده، فاهمني؟ عشان كده لما دايما يبقى عندك حته فيها انجري او حته انفليمد، مش بس الفورين بودي اللي اتاثر، كمان التيشو اللي حوالين اتاثر. هنتكلم عن الامر دوت كمان شويه. والتفاعل المشهور الفانتوم رياكشن اتكلمت عنه قبل كده، اصل هو الجنرال باثولوجي تجميعه الحاجات اتكلمنا عنها كتير في الشابترز اللي قبل كده لو تفتكروا، لما جينا اتكلمنا في الجي اي تي، لما جيت كلمتكم عن الميتالز او الهيفي ميتالز بشكل عام. الهيفي ميتالز هي من خلال الفانتوم رياكشن ده بتبدا تبقى توكسيك، والهيفي ميتالز دي لما بتزيد بتدخل في الفانتوم رياكشن بتعمل فري راديكلز. واحنا كان عندنا تو مين ديزيز بيحصل فيهم زياده بشكل ما للهيفي ميتالز. اتكلمنا عن الهيموكروماتوزيس، قلنا الايرن، الايرن بيبدا يزيد ويترسب فيه. يبقى خد بالك عندي نهوت الحته ديت ممكن اهو خلينا اقول ايه لوك جي اي تي تمام. باي ذا واي الهيموكروماتوزيس والويلسون ديزيز، المرضين دول من الحاجات الهايلي اسكت كويستشن في الجي اي تي. احنا عارفين مش هنتكلم عنها، بس هايلي اسكت كويستشن في الجي اي تي. فاحنا قلنا الهيموكروماتوزيس في ايرن كتير، ايرن بيحصل له ديبوزيشن في التيشو فيعمل فري راديكال فيعمل انجري في التيشو. يعني كان من ضمن الباصو جينيزيس بتاعه، الباصو فيسيولوجي بتاع التوكسيستي اللي بتحصل في الديزيز ده، الديبوزيشن بتاع الايرن ذات نفسه. والنقطه الثانيه كمان البرودكشن اوف فري راديكال، برضه نفس الفكره في الويلسون ديزيز. كان عندي الكبر بيزيد بكميات كبيره ويبدا يترسب في اورجانز، عندي من ضمنها طبعا البرين، البنكرياس، التستس. فكان طبعا يعمل لي حالات البرونز الدايابيتس ويعمل لي نيورولوجيكال سيمتوم. وكان الشخص ده افتكره بيبقى عنده الاي بتبقى مميزه. اكتبوا لي كده على كومنت في الكومنتات على الموقع كده تحت الفيديو ده، ايه يعني في سؤال بتسأل مشهور جدا في الامتحان جدا، وتسأل باي ذا واي طالما احنا ذكرنا الموضوع، يقول لك شخص جالك بويلسون ديزيز في ساين كده في الاي مشهوره، فيسيب لك كل حاجه في الحياه، كل سؤال ممكن يتسأل في الويلسون ديزيز، الجين اللي حصل فيه ديليشن ونوع البروتين اللي تسبب في الموضوع والسنتم، ويسألك هو احنا ممكن نشخص الويلسون ديزيز بايه، ويجيب لك من ضمن الاختيارات السليت لامب اكزامينيشن بتاع الاي. حاجه غريبه جدا جت في الامتحان باي ذا واي قبل كده، ما خدعهاش، جت في الامتحان حرفيا قبل كده، سليت لامب اكزامينيشن، سليت لامب اكزامينيشن. ففي ساين كده في الاي كده اكتبوها لي تحت عشان اشوف الناس واصلين كده لفين في الجي اي تي ماشي. فاذا التفاعلين دول هم الفانتوم رياكشن، وزي ما انا قلت كمان الريسبيراتوري الاوكسيديتيف او الريسبيراتوري بيرست ارجعوا لها، انا شرحتها في السيل انجري، لا شرحتها في السيل فيسيولوجي، في شابتر السيل فيسيولوجي في الماسكروسكليت اللي هتلاقوها موجوده، شرحتها بتفصيل خالص، وبالتالي شرحتها في مكان تاني كمان، شرحتها في الريسبيراتوري. فالمهم اختصارا كده، احنا بنطلع سوبر اوكسايدز، بنولد في عينات بي ات ونولد سوبر اوكسايدز عشان نستخدم السوبر اوكسايدز ديت في مهاجمه البكتيريا ماشي. ف خلي بالكم بقى الفري راديكلز ديت انا لازم اوقفها عند حدها تمام. فانا دايما بقول هو الباثولوجي بيحصل في الجسم ليه؟ بيحصل نتيجه وجود انجري مثلا او انسلت او سبب لوجود الباثولوجي، وعدم وجود اسباب رادعه للباثولوجي ده ماشي. يعني دايما المرض بيحصل، يعني دايما اما اقول حصل ديزيز في الجسم نتيجه ميوتيشن، كمثال هشرح لك بشكل بسيط، هو حصل ليه؟ نتيجه حدوث الميوتيشن ونتيجه عدم الاكتيفيتي او عدم او الانكتيفيتي بتاع الريبير انزيم. يعني الميوتيشن طبيعي ان هي تحصل في الجسم عندي، اللي مش طبيعي ان ما يبقاش في ريبير انزيم ماشي. عشان كده احنا بنقول دول تو كوزز لوجود المرض نتيجه مثلا وجود ميوتيشن في الدي ان ايه تمام. طيب برضو النقطه اللي انا بتكلم عنها هنا، الفين راديكال طبيعي انها بتحصل جدا، لان ساعات الاكسجين يزيد في بعض الاورجن ماشي، فيعمل فري راديكال. ساعات الميتالز تزيد فيعمل فري راديكال.
طب اللي مش طبيعي عدم وجود الاستفنجر ستافنجر انزيمز ستافنجر انزيمز ديت زي الكاتاليز ماشي، والسوبر اكسيدي ميوتيز والجلوتاسيون بيروكسيديز، حاجات بقى حاجات كده الار بي سيز، والله كلام لطيف جدا شرحنا فيه، خدنا فيه يعني تفاصيل كتير جدا في البايوكيمستري كمان. فعدم وجود هذه الانزيمات، عدم وجود هذه الانزيمات ما بيوقفش الفري راديكال عند حدها، يعني ديت الجنود اللي هتوقف الفري راديكال عند حدها ماشي. وطبعا عندي برضو بعض الانتي اوكسيدان زي الفيتامين اي وسي واي، طبعا الفيتامين اي من الحاجات المشهوره كده جدا كانتي اوكسيدان، وسنت وسيرتن ميتال كارير بروتين لايك ترانسفيرين والسيرور بلازمين ماشي. فدول اصلا مش هيخلوا لي الهيفي ميتالز ماشيه كده تتمخطر في الدم هيفضلوها، فما يحصلش عندي الفانتوم رياكشن ده ماشي. يبقى تاني كده، وحدوث الفري راديكال وارد ماشي، لازم يبقى عندي سكافنجرنج مولوكيول موجوده في الجسم عشان احمي الجسم من الفري راديكلز. من انواع السكافنجرنج مولوكيول ديت ايه؟ الكاتاليز، السوبر اوكسيد ديسميتيز، الجلوتاسيون بيروكس، الجلوتاسيون انا عندي على فكره في انزيم تاني اسمه جلوتاسيون ريدكتيز وجلوتاسيون بيروكسيديز، وعندي كمان الفيتامين زي فيتامين اي وسي واي، وعندي كمان الكارير بروتين زي الترانسفيرين والسيرولبلازمين. طيب عندي من الاكزامبلز المشهوره جدا للفري راديكال انرجي، واول واحد فيهم هو اشهر واحد هو الريتينوباسي اوف بريماتيورتي، مشهور جدا. يعني بيجي لك طفل عنده، خلينا اكتب لك كده ريسبيراتوري، احنا بنقول عليها نيونيتال ريسبيراتوري ديستريس سيندروم ار دي اس، تمام، نيونيتال ريسبيراتوري ديستريس سيندروم، فالاكسجين عنده قليل طبعا نتيجه نقص الحاله دي بيبقى فيها قليل السيرفكتانت ماشي، فالسيرفكتانت قليل عندي، فانا بحط الطفل ده على الاكسجين، فالاكسجين اللي داخل عنده الجسم كميته كبيره، فبيؤدي لايه؟ بيؤدي للريتينوباسي. ليه؟ ولد فري راديكال، فري راديكال راحت اكتر اورجان اثرت عليه هو الريتينا، فمن ضمن الحاجات المشهوره طبعا ممكن يأثر حاجات تانيه جدا، يعني ساعات اصلا بيعمل لانج، انا قلت الكلام ده في الريسبيراتوري لانج هايبوبليجيا تمام، ساعات يأثر على الانتستين، يعني ممكن يأثر على اي اورجان في الجسم، ولكن من الحاجات الملحوظه جدا هي البريماتيوريتي. فطبعا ده يعني المثال المشهور، المثل المصري المشهور جه كحلها عماها، حرفيا حرفيا هنا كده هو جه كحلها، جه يحط لها كحل في عينيها عماها تمام، فهو جه يعالج respiratory distress syndrome، قام جايب الطفل ارتينوبس من الاسباب المشهوره جدا، وعشان كده دايما دكاتره النيونيتس واخدين بالهم من الحته دي. طيب دراج اور كيميكال توكسيستي زي الاسيتامينوفين ماشي، الاسيتامينوفين اوفر دوز، ما حد بياخد اسيتامينوفين ده اصلا هيباتو توكسيك، وكمان عندك الكربون تترا كلورايد which is converted في السيتوكروم بي لل سي سي ال 3 فري راديكال، كان عندها برضو قبل كده، وده بيؤدي للفاتي ليفر، هو ده مش السبب الرئيسي في حدوث الفاتي ليفر، ولكن ده من ضمن الاسباب اللي بتؤدي لي الفاتي ليفر، يعني يقول لك ايبولاي بروتين سينسس امبيرمنت اند فاتي تشينجز التيميتلي ليدنج تو سنتري لوبيولار نيكروزس. فمن ضمن الحاجات اللي بتسال في الامتحان يعني، وسؤال ما حدش بيجاوب، يعني دايما انا ايه انوه على الحته دي، عندك السي سي ال 3 سي اند سي 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 ال 3 فري راديكال سنتري لوبيولار نيكروزس، سي سي ال 3 فري راديكال سنتري لوبيولار نيكروزس، كان عندي نوعين من النيكروز بيحصلوا في الليفر، ده واحد منهم اتكلمت عنهم في الجي اي تي، وفي صوره ليهم في كتاب الفيرست ايد موضحه التو تايبس اوف نيكروز. طيب عندك بعد كده الميتال ستورج ديزيز لايك طبعا الهيموكروماتوزس والويلسون ديزيز ماشي، يبقى اذا ده بالنسبه للفري راديكال انجري. اروح بعد كده على الايونايزنج راديشن ماشي، يعني هي مش بعيده قوي عن فكره الفري راديكال انجري، انا بعرض الخلايا للراديشن لاشعاع، فالاشعاع ده هو مينلي بيأثر على الدي ان ايه، سوري مينلي بيأثر على الدي ان ايه ليدنج تو دبل ستراندد بريكس، زي ما احنا عارفين ان دهوت شكل الدي ان ايه الجميل بتاعنا اهو تمام، هو دبل ستراندد، فالراديشن بيعمل دبل ستراندد بريكس، فبالتالي ده كده اصلا دامج الدي ان ايه، ده دامج الدي ان ايه اند سيلولار دامج انكلودنج بوث دايركتلي اند دايركتلي ثرو البرودكشن اوف فيراديكال، لان اصلا الراديشن ذات نفسها بتعمل فيراديكال، زي ما انا قلت احنا اصلا بنستخدم الراديشن كتريتمنت كواحد من التريتمنت موداليتيز بتاعت الكانسر، ومن ضمن الحاجات اللي بيعملها الراديشن
كتريتمنت بيعمل فري راديكلز، بس انا كده كده بدمر خلايا الكانسر فمش فارق معايا تمام. وطبعا الكومبليكيشن هتؤدي، لان يعني اشخاص ربنا عافينا يا رب اللي هم بياخدوا كيموثيرابي وراديشن يعني بشكل عام عرضه لامر الحاجات كتير جدا في الجسم، يعني عرضه، لان مهما كان الراديشن فيري لوكالايزد وفيري سبيسيفايد على المنطقه المعينه، وارد جدا ان هو ياثر على اماكن اخرى. عشان كده دايما عندهم كومبليكيشن ضمن الحاجات دي، طبعا ايه سقوط الشعر والحاجات دي يعني. فيقول لك كومبليكيشن تيبيكالي ارايز وين ذا بيشنت ار اكسبوز تو سيجنيفيكانت دوزز اوف راديشن زي ان راديوثيرابي اور نيوكليير رياكشن زي ما حصل في هيروشيما وناجازاكي او تشيرنوبل. ف طب ايه الحاجات اللي ممكن تحصل؟ لوكالايزد انفلاميشن فايبروسيس. يعني بكل بساطه عندك هذه بانش من الخلايا، يعني خلايا عندك تحت دهوت حضرتك نقط فيه ستيم سيلز. اما انت عملت راديشن دمرت كل الخلايا لحد ما وصلت ستيم سيلز ودمرتها، فالحته دي بقت فايبروزد، الحته دي كلها بقت فايبروزد. فاذا من ضمن الحاجات لوكالايز انفلاميشن فايبروز نيوبليجيا انكلودنج ليوكيميا وسيروت كانسر. ماشي، يعني من ضمن الكومبليكيشن بتاعت يعني، بس طبعا ده بقى فيري انلاكي بيرسون، يعني من ضمن الكومبليكيشن بتاعت الراديو ثيرابي والكيمو ثيرابي ان هو اصلا يعمل كانسر تمام. يعني انا عالجت كانسر في مكان، ودي بنشوفها مش قليل عندي في اسعافات كتير، او ممكن يكون دي متردد بوليس، ساعات المطاردات بتاعت البوليس بتحصل في وقت بدري كده يعني. احنا الساعه 8، الساعه كام دلوقتي؟ 7:22 توقيتي. احنا بنقول ايه؟ نيوبليجيا. فشخص اتعرض لكانسر، الشخص اتعرض لكانسر عالجته جبت له كانسر تاني للاسف يعني. طبعا كل علاج بيبقى ليه البروس والكونز بتاعته، ودي البروس والكونز بتاعت الكيمو راديوثيرابي. طيب فاقول لك في حاجه اسمها الاكيوت راديشن، سندروم، سهلش في الامتحان قبل كده ولكن يعني ايه الراديوثيرابي والكيموثيرابي حاجات سهله اصلا حتى لو سهله في الامتحان يعني. يعني يقول لك كان ديفلوب وين، يقول لك افتر سادن هول بودي اكسبوجر تو هاي دوزز اوف ايونايزنج راديشن. طب السيمتوم ايه؟ طبعا يقول لك نوزيا فوم. طبعا من ضمن الحاجات المشهوره جدا الفوميتنج بوست كيمو او راديو ثيرابي تمام، عشان تاثير على الاريا بوستريما تمام. فنوزيا فوميتنج دايريا هير لوس ريسيما سايتوبينياز هيديك اند انترمنتال ستيتس، لانك انت عرضت الجسم عرضت كل حته في الجسم ليه يعني. لو انت لاحظت هي نون سبيسيفيك سيمتوم، جاسترو اتعرض، برين اتعرض، البون مارو اتعرض، الجلد اتعرض، فاذا هي نون سبيسيفيك سيمتوم. وبعدين كمان عندك ستيم سيلز اوف رابيدلي ريجنريتنج تيشو ساتش از سكين بون مارو جاسترو سيل تراكت اند جونادل ار ذا موست سسبتبل تو راديشن انجري، لان هم دول اصلا هي اصلا لوحدها شغاله بتتكاثر بشكل كبير جدا، فما انت تروح تستفزها بالراديو ثيرابي دي هتتاثر بشكل كبير. عشان كده وارد جدا يحصل فيها نيوبليجيا، يعني دي من الاورجان ممكن يحصل فيها نيوبليجيا. طبعا اصلا حاجه خالص عندي البون مارو، يعني البون مارو سواء بالنيوبليجيا او الفايبروزيس مشهور جدا في كسايد افكت للكيمو راديو ثيرابي. طيب يقول لك راديو ثيرابي دامج كانسر سيلز مور ذان هيلثي سيل بيكوز كانسر سيلز اوفن هاف ديس فانكشنال دي ان اير بيور ميكانيزم. شفت بقى الجمال، سبحان الله يعني، سبحان الله يعني. انا طبعا كنت عايز يعني ايه عايز اوصل الحته دي، عشان الناس هتبدا تقول لي استخدم الكيمو راديو ثيرابي عشان في الاخر بيجي لي كانسر. لا للاسف، او لا مش للاسف يعني، لا اللي هي المالجنانت سيلز اكثر عرضه للتاثر ب الكيمو راديو ثيرابي، وده بيثبت القاعده اللي احنا قلناها في البدايه اللي هي ان مش المشكله ان يحصل ميوتيشن، المشكله ان انا ما يكونش عندي ميكانيزم يصلح الميوتيشن. وده اللي حصل بالظبط في حالات قد دي ان ايه دامج وما فيش ميكانيزم عشان يعمل التشينجز او يعمل الدامج يصلح الدامج اللي موجود عندي ده. وده مشهور جدا في حالات الكانسر سيلز. نكتفي بهذا القدر، وان شاء الله المحاضره الجايه نكمل مع بعض. السلام عليكم.